الدرهم العباسي المضروب في المدينة المتوكلية سنة 247 هجرية. هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في إنسايكلوبيديا العربية قسم المسكوكات الإسلامية. المدينة المتوكلية هي عاصمة الدولة العباسية ودار الحكم فيها في خلافة المتوكل على الله الخليفة العباسي العاشر بعد أن تخلى عن سرة من رأى للتخلص من نفوذ قادة الجيش الترك. تقع على مسافة 10 كيلومترات شمال مدينة سامراء أو سرة من رأى. بناها الخليفة المتوكل سنة 245 هجرية وأقام فيها الكثير من القصور والمساجد والمعالم والإنشاءات وأيضا دارا للسكة تحت إشراف الخليفة. مأثورات الدرهم على الوجه في الطوق النصي الخارجي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، من الآية الرابعة والآية الخامسة من سورة الروم. في الطوق النصي الداخلي: بسم الله ضرب هذا الدرهم بالمدينة المتوكلية سنة 47 و200. في حيز المركز: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأسفلها اسم ولي العهد المعتز بالله. على الظهر في الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وهو جزء من الآية 33 من سورة التوبة. في دائرة المركز: لله محمد رسول الله، وأسفلها اسم الخليفة المتوكل على الله. خصائص الدرهم: المادة الفضة عالية العيار، الوزن غرامان و88 جزءا من الغرام، القطر 20 مليمترا وهو مقارب لقطر الدينار الأموي وبعض الدنانير العباسية في العصور المختلفة، ويقل بحوالي 5 مليمترات عن القطر المعتاد للدرهم.